النهارده ان شاء الله ما تنسونيش من اللايك بتاعكم، ويا ريت تدعموا القناه بالشير واللايك. ان شاء الله الاجابه على الاسئله بتاعتكم اللي في البوست بتاع نعم ولا هجاوب عليها كلها الليله ان شاء الله، بس ادعوا لي النت يظبط. دايما هكون موجوده معاكم ان شاء الله، ويا رب يا رب الخير لينا كلنا. يلا بينا نشوف ايه اللي جاي لك وايه اللي مستنيك يا حوت. خلينا نشوف، يا رب ليكم كل الخير انتم واللي زيكم وغيركم. اسفه ظهر حد فيكم بيجي في سيرتي، انا شنات. خلونا نتكلم بالنسبه لقراءه برج الحوت. خلينا نقول يا حوت في باب رزق جديد هيتفتح لك، ما كانش موجود قبل كده، او انتوا ما كنتوش شايفينه، ما كنتوش مستخدمين الباب ده لكسب الرزق. ان شاء الله هيتفتح لكم، هتشوفوا فيه حاجات كتيرة جميلة وجديدة ان شاء الله. باب رزق جديد، مشروع هتدخلوه هيكون ناجح ان شاء الله. فلوس حلوة جدا هتيجي بعد المشروع ده او بعد الفكرة دي، بعد فتح باب الرزق ده، وهيكون كويس جدا جدا جدا. كمية أفكار كتيرة بتدور في مخيلتكم، عايزين تنفذوا أحسنها. بنصحكم بإنكم إن شاء الله إن شاء الله يا رب تعملوا استخارة عشان خاطر تقدروا تختاروا أحسنها. ربنا هيوضح لكم أحسنها وهيبعت لكم إضاءة على الأمر اللي فيه الخير ليكم. عايزه اقول لكم كمان ان في بدايات مبشره جدا، وفي ان شاء الله لمتاخرين الانجاب في فرصه لانجاب طفل ان شاء الله، او حدوث حمل ان شاء الله. بتكون ايامكم اللي جايه كلها سعيده. بالنسبه كمان للي كانوا بالفعل من برج الحوت وبالفعل ماشيين في مشروع، ولكن لم يأتي ثماره بعد، او ما جابش انتاجية لسه، حاسين ان هم بيرموا في البحر، حاسين ان هم بيجتهدوا جدا وبيشتغلوا عليه جدا، بس اثاره لسه ما بانتش. فحب اقول لكم ان هو هيبدأ خلاص يزهر ويثمر، وهتلاقوا نتيجته كويسة جدا جدا جدا. بالنسبة لحبايبي من برج الحوت اللي متأخرين في الزواج والعزاب، فحب اقول لهم ان شاء الله هيكون في فرصه لزواج وفرصه لحب جديد سعيد ان شاء الله عليكم. في رحيل للالام والاوجاع والقلق والاضطرابات والتوتر والعصبيه والنفسيه المتضايقه، النفسيه اللي تعبانه، ان شاء الله في خلاص هي هتمشي مروحه، وانتوا هتعيشوا حياتكم بسلام وامان وفي سلام داخلي رهيب انتوا هتحسوا بيه في الفترة دي. في تحسن كبير للعلم عالميا ان شاء الله بالنسبة لموضوع الكورونا، ففي هيكون تحسن كبير. افتكر ان معظم البلاد هتبدأ ترجع لوضعها الطبيعي تدريجيا مع الوقت ومع اتباع الاجراءات السلامة، والناس هتفتح بيبانها وهتعيش ان شاء الله من اول وجديد. في ليكم كمان انتصار او تحقيق للنصر، نصفة زي ما بيقولوا، اللي هو تحقيق الانصاف، اللي هتحسوا بالعدالة اللي ربنا هيحققها قدامكم، ان الاشخاص اللي تعبينكم او مضايقينكم او موترينكم هينزاحوا وهيمشوا وهيرحلوا من قدامكم. بالنسبة لبعض برج الحوت، بعض الأفراد من برج الحوت اللي بيعانوا أو اللي موجودين في علاقة ثلاثية مؤلمة جدا ويشوبها التوتر والاضطرابات، إن شاء الله إن شاء الله يا رب ربنا يزيح الغم عنكم. خلينا نستوضح أمركم أنتوا بالذات، خلينا نقول هيكون في ترابط وتواصل مع الحبيب وفرح و رجوع وانصلاح وميل لطرفكم، فان شاء الله انتوا عندكم الخير جاي لكم بوفره بالنسبه للحاله دي من اصحاب برج الحوت. خلينا نشوف بالنسبه ماديا او ماديا لاصحاب برج الحوت النظام هيبقى ايه. احنا قلنا ان في ماديات، في مشروع، في تحسن، في رزق، في باب رزق هيتفتح.
خلينا نقول في تقدم ملحوظ، في قيام بخطوات جريئة كنت انتم مأجلينها او خايفين ان انتم تعملوها، في مواضيع مهمة جدا في حياتكم كنت انتم مأجلينها لانكم ممكن تكونوا خايفين على المحيطين بيكم، او قلقانين منهم، او قلقانين من وجود خطب ما يحصل لهم يعني، فده وقته. كمان عايزة أقول لكم بالنسبة للأصدقاء والأحباب اللي حوالينا هيأزرونا جامد وهيكونوا معانا، وهيكون في نجاح وخير هيجي للجميع يا برج الحوت، هيعم على الجميع إن شاء الله. في خير كتير جاي لك يا برج الحوت وللمحيطين بيك بفضل الله وبعد كده بفضلك. عايزين نقول كمان بالنسبة لحبايبي المتأخرين في الزواج، خلينا نشوف، بصم فرصة للزواج بذو منصب مرموق وقبول من الأهل بعد ما كانوا هم سبب تأخر الزواج، لأنهم كانوا دايما بيرفضوا وكان لهم يعني إحداثيات معينة أو طلبات معينة في الزوج اللي أو الزوجة اللي تحصل على لقبهم، فإن شاء الله خير، برضو خير جامد. بالنسبة لحبايبي اللي عندهم مشاكل في العمل، أو اللي عندهم مشاكل صحية أو وعكات صحية، عايزين نشوف إيه اللي مستنيهم. برضو من حقكم علينا إن احنا نشوف لكم الأمور ديت كويس جدا. فخلينا نقول بالنسبة لبعض من أفراد برج الحوت واللي بيعانوا من أمراض غير مبررة ملهاش سبب، الدكاترة بيتحيروا فيها، يا ترى نفسي يا ترى جسدي، بتبقوا متعبانين جدا وفيكم تعب الدنيا ومحدش عارف يكتشف ايه السر. حب اقول لكم عليكم وعلى الرقية الشرعية، وعليكم وعلى اتباع تحصين المسلم زي ما نبينا علمنا عليه أفضل الصلاة والسلام، فياريت أنتم تتبعوا السنة دي إن شاء الله هتشوفوا كل الخير. عايزين بقى نشوف قراءة بقى عاطفية للمنفصلين والمبتعدين. عايزين نقول إن في تفكير جدي في الرجوع، الحبيب بيفكر يلف ويرجع تاني زي ما بيقولوا، هيرجع تاني هيرتبط بيكم تاني، في رحيل للأعداء والناس اللي كانوا مضايقينكم والناس اللي كانوا بيحاولوا ان هم يوقعوا بينكم وبين حبايبكم ان شاء الله. فما تقلقوش وما تخافوش، ايامكم اللي جاية كلها خير وكلها سعادة. حلهم ايه؟ حلهم ان انتوا تطنشوهم ابدا جدا وما تلتفتوش ليهم خالص، ولما يحصل الرجوع ما تعرفوش حد، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، تكتموا جدا في أضيق الحدود، حاولوا ان دايما ما تذيعوش سركم، إذاعة الأسرار هي أكتر حاجة بتسبب الفشل لا قدر الله، بسبب الحسد، بسبب الحقد، بسبب المكايد، فدايما خلوا أموركم في طي الكتمان عشان انتوا اتأذيتوا كتير وتعبتوا كتير واتجرحتوا كتير، فان شاء الله ربنا هيبيض وشكم ويبعت لكم الخير. خلينا نشوف بالنسبة للمرتبطين، ماشي، بالنسبة للمرتبطين واللي حماته او حماتها تعبينهم جدا ومتسلطين عليهم لأبعد الحدود او المتزوجين يعني، فخلينا نقول ان هيكون في اريحية في الفترة اللي جاية، الأوضاع هتتغير بينك وبين حماتك، أو بينك وبين حماتك، أو أهل زوجتك أو أهل زوجك، الحياة هتكون أحسن، هتبدأوا بدايات جديدة، بدايات سعيدة، الألم والتوتر والقلق والاضطراب هيتغير، هتعيشوا في حياة سعيدة إن شاء الله. الزوج أو اللي بيفكر إن هو يسافر وكان هيسافر بالفعل وحصل وقوف للحال بسبب الكورونا، بسبب منع رحلة السفر، فإن شاء الله الأوضاع هتتحسن وهتتجدد موضوع السفر وهيشوف تحسن كبير ماديا، هيفرض الراحة العامة على كل أفراد البيت وكل أفراد الأسرة، هيكون في خير كتير جدا. عايزين نشوف بقى بالنسبة لحبايبي المتأخرين في الزواج و
ايه الحياة عندهم هتكون ايه بعد الصبر الطويل، بعد الانتظار الطويل، هيكون في حب وهيكون في عشق، في حالات رجوع للأكس اللي هو الشريك السابق أو الحبيب السابق، هيكون ليه رجوع، هيكون في ليه ندم، هيرجع وهيقدم فروض الولاء والطاعة، والمفروض إن أنتم تقبلوها أو ترفضوها، أنتم أحرار. أنا لما بقول في رجوع أنا مش بفرض على حد الرجوع، ولا بقول لكم في رجوع يبقى ده أمر مسلم بينا أكيد لازم ترجعهم، لا طبعا، كل إنسان عنده الحرية الكافية، وكل إنسان وعلى حسب ما اتجرح، وكل إنسان وعلى حسب تقبله للأمر يقدر يقبل أو يرفض. فهو ده اللي إن شاء الله خير وسعادة في حب جديد بالنسبة لي، متأخرين الزواج والعزاب، في فرح كبير جاي لكم يا برج الحوت. أتمنى دايما أن تكونوا معايا وتكونوا بخير، وما تنسونيش من اللايك والشير، وهرد لكم إن شاء الله على الأسئلة اللي موجودة في البوست، وهنزل لكم بكرة إن شاء الله بوست جديد لمسابقة جوائزها هتكون قراءات خاصة مجانية. بحبكم جدا.